السلام عليكم متابعاتي الغاليات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحت طلب بزاف المتابعات، شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم اللي خديتكم عليا. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم طريقه ديال الفصاله ديال هذا الموديل هذا بالقطعه في الامام والصدر. تقدروا تفصلوا فيه كسيوات، تفصلوا فيه عبايات، كيبقى لكم الاختيار على حسب التوب نتوما اللي غادي تخدموا به. ندوزوا للفيديو ان شاء الله. اول حاجه غادي ناخذ التوب اللي عندي، فيه 2.5 متر ديال التوب. بالنسبه للتوب فانا هنايا كنخدم بالخيط، التوب ديال الخيط. اول حاجه غادي ناخذها، غادي ناخذ التوب ديالي وغادي نطويه على جوج، ما غاديش نحيد الكمام بوحديتهم، لا غادي نخلي الكمام وكلشي هاد الطريقه هذه. كتخرجوا منها الموديل ديالكم وكيكون الكلوش غير تبعوا الفيديو ان شاء الله وغادي تعرفوا كيفاش تخدموا هذا الموديل هذا في 2.5 متر ديال التوب. اول حاجه لاحظوا معايا، كنطوي التوب ديالي على جوج، من بعد كنطوي على 4، ولكن ما كنكملش الطويه ديالي حتى للجهه الثانيه ديال التوب، لا كنخلي واحد القياس ديال التركيز ديالي. غادي نخلي 26 سنتيم على الاقل. انا هاد التوب مديكالي فهو سبب لي واحد المشكل بسيط، ولكن انا هنايا غنوريكم كيفاش تتعاملوا حتى مع التوب ديالكم الا كان فيه ديكالاج، كيفاش تخرجوا الموديل ديالكم. اول حاجه هنا كندير 26 سنتيم اللي غادي نخدم بها التركيز. لاحظوا معايا ونشوف شحال بقى لي في القياس، على الاقل خصها تبقى ليا 40 سنتيم حتى ل 38 سنتيم. غادي نجي هنايا غادي نهبط واحد 4 سنتيم لان التوب فيه ديكالاج بزاف صراحه. هنا غادي نبدا القياس الكتف ديالي اللي غادي نوضع فيه 21 سنتيم، دوره الرقبه 8 سنتيم، ونطيح الكتيفات بثلاثة ديال السنتيم. هنا كنهبطو بجوج ديال السنتيم وكنلاقي النقطة ديال 8 سنتيم مع تطيح هاد الكتاف. من بعد غادي نشد التركيز، التركيز على حساب لي طاي اللي كنخدمو بيهم. انا هنا خدامة بالاكس ال، غادي نهبط بثلاثة وعشرين سنتيم فقط، البنات 23 سنتيم نخدمو بها في العباية. الا كانت عندنا جلابة نديرو غير 22 باش يجينا التركيز مجموع. بالنسبة لنقطة الصدر حطيت 30 سنتيم، نقسم المسافة التركيز على 2 وندير التقويره ديالي بكل سهوله. من بعد هنا غادي نطلع بثلاثة سنتيم وغادي نخرج هنايا بالقياس اللي عندي واللي بقى لي في التوب. الا خدمتو نتوما بثلاثة سنتيم يمكن لكم تخرجوا حتى ب 20 سنتيم و 15 سنتيم 16 سنتيم نتوما على حسب لي بلي اللي بغيتو في الصدر. هنا كتزيدوا المسافه ديال البليات. انا هنا بقات ليا غير 12 سنتيم. من بعد كنرجع نطلع لديك 3 سنتيم اللي طلعت بها وكنجي متوازيه مع النقطه ديال التركيز وكنحول التركيز ديالي لهاد الجهه. من بعد كنكمل الخط ديالي. لاحظوا البنات التركيز فين كان عندنا وفين رجع عندنا. طريقه سهله طبقتها معكم بزاف د الموديلات. من بعد كندير الايفازي ديالي وكنهبط لاخر نقطه عندي في الجلايل ديال الكسوه. من بعد كنشد الطول، دائما زيدوا هنايا 2 سنتيم ديال هاد القطعه اللي عندنا هنا. الا مشيتوا درتوا الطول ديالكم عادي وزدتوا 3 سنتيم الخياطه، فهاد القطعه هادي كدير لكم 2 سنتيم، سنتيم من الاعلى وسنتيم من الاسفل. صافي هنايا كنقوم بالتقطع. هنا غادي نخلي حتى نرجع نخدم فيهم الكمام. غادي نهبط هنايا ب 15 سنتيم باش غادي ندير الجيوب. هنا غادي ندير فتحه الجيب فيها 14 سنتيم وغادي ندير واحد الكرانه. هنا كنكونوا سالينا الفصاله ديال الامام والخلف. لاحظوا معايا غادي نجي الجلايل ديالي من بعد ما كنت طلعت بواحد 3 سنتيم، هنايا نحاول انني نقاد الجلايل ديالي بهذا الشكل. وكيجيونا الامام فيهم لي بلي والخلف فيه لي بلي. لاحظوا معايا كيبقى لينا التغيير في دوره الرقبه ديال الامام. غادي نخليوها حتى نفصلوا الكمام باش غادي نحتاجوا ليها التبطين. هذا الخلف ديالنا، لاحظوا معايا التركيز كي كيجينا. طريقه سهله، موديل عملي جدا سهل مطلوب صراحه. بغيتو تخدموا فيه بيجامات كساوي عبايات، موديل سهل لا في الفصاله ديالو ولا في الخياطه. صافي هنا غادي نجيب داك التوب اللي بقى لي، لاحظوا معايا البنات، وغادي نطوي على 2. هو مطوي عندنا على 4، غادي نرجع نطوي على 2 وغادي نجي لديك 26 سنتيم اللي كنت انا بحال لي الوسط ديال التوب هو اللي عندي فيه التركيز. غادي ناخذ الطول اللي وضعت في الطول 60 سنتيم، عندي في الطول الاصلي عندي فيه 57 سنتيم، زدت عليها 3 سنتيم على حساب لاستيك. صافي هنا غادي نقسم المسافه على 2 ندخل بها ونرجع نقسمها على 2 ندخل بها. البنات انا هنا درت تقويره عاديه. صافي وغادي نلاقي النقط ديالي
التوب جاني حساب قلت لكم البنات التوب من ديكالي، فانا خرجت منه هذا الموديل. بالنسبه للموديل فهو كيلبس الاكس ال والدوبل اكس ال، صافي. هنا كنكون فصلت الكميمات ديالي، لاحظوا معايا هنايا كنجي كنشوف التركيز وكتبقى لي الجهه الثانيه ديال القطعه التحتانيه، صافي. غادي نجي نفصل التبطين ديال الامام، غادي ناخذ دوره الرقبه. انا هنا كنت باقي ما حليتش الفتحه ديال الرقبه، غادي نهبط بعشرة ديال السنتيم، وغادي ندير التوب ديالي مطوي على اثنان من الاسفل باش كنخدم دوره الرقبه وكنخدم حتى التبطين ديال الكول ديالي، صافي. هنايا غادي نخلي واحد الخمسة ديال السنتيم ونحاول انني نقادو ديك خمسة كنمشي بها حتى كنكمل الدوره ديالي. عفوا، صافي. هنا غادي نجي ندير التبطين ديال الخلف 8 سنتيم. البنات راه التوب 2 متر ونص كيخرجكم دوبل اكس ال، الا بغيتو كثر غادي تخدموا ب 3 متر. كنعطيكم جميع النصائح اللي تقدروا انكم تخدموا بها الموديل باش تلقاوش مشكل. ندوزو لمرحله الخياطه. اول حاجه غادي نخدم التبطين ديال الكول ديالي، دائما سنتيم ديال الخياطه لا غيتمون نسدو الخدمه ديالنا، وكندور على الكول كله بسنتيم ديال الخياطه، ونحاول انني ما نجبدش التوب ديالي. كنرخف التوب وكندور معاه باش كيبقى لي الكول على الشكل اللي انا فصلت فيه المره الاولى. مكراني باش نقلب الكول ديالي وكتجيني خياطه فينيا، صافي. هنايا غادي ندوز بالسوبيكاج باش كنثبت الكول، نكمل الخياطه ديالي على هذا الشكل على الحرف ديال التوب. نات هاد الخياطه هذه فكنقولوا لها خياطه اما تزيينيه ولا كتثبت لينا الخدمه ديالنا الا كان عندنا التبطين، ولا مثلا الكم هكا فيه التبطين حتى هو، فاحنا كنثبتوا بها ما كيبقاش عندنا داك الخياطه محلوله، صافي. هنايا غادي نجي ندور بالخياطه كنثبت عاوتاني التبطين من الجهه التحتانيه. بغيتوا تخدموا بالفيزلين فانتوما كتحددوه وكيلصق لكم الفيزلين البنات ديال اللي كيلصق لينا في الكولات باش ما كتبقاش لينا خياطه باينه. هنا التوب كنخدموه الاكثريه في التوب ديال الكريب، هنا التوب عندنا مزوق فهي الخياطه كتكون مزيانه، صافي. هنايا غادي نجيب القطعه اللي من الاسفل وغادي نبدا ندير فليبلي، نجي لجهه التركيز داك التقويره اللي عندنا، وغادي نبدا ندير البليات يكونوا بالتساوي. بغيتو ديروا لي فرونس كيبقى لكم الاختيار في الموديل، حتى هما كيجيو زوينين. انا هنا كنخيط وانا كنشوف المسافه باش نمشي نفس القياس. نتوما البنات بغيتو تعلموا ديروا علامات مثلا طويب سنتيم على سنتيم ونص، لكم الاختيار، صافي. هنا كنكون ساليت القطعه ديال الامام والخلف باش ما نطولش عليكم الفيديو. خيطت الخلف ما صورتوش معاكم، نفس الطريقه كنديروها نفس الطريقه اللي درنا في الامام كنديروها للخلف. هنا غادي نجيو نخيطوا التبطين ديال الخلف، كنبداو من دوره الرقبه ديال 8 سنتيم، راه ما كنخيطوش الكتاف، كنبداو غير من داك التقويره اللي درنا ديال 8 سنتيم فقط، صافي. غادي نجيب الكتيفات ديال الامام وغادي نهز داك التبطين وغادي نرجع نسد الكتيفات ديالي بهذه الطريقه. دائما لا غيتمو ما نساوهاش باش ما تحلش لينا الخدمه. نات لا فينيسيو كما كنقول لكم، فينيسيو هي الخياطه ديالكم. انا صراحه كما كنقول لكم في جميع الفيديوهات تعودت الفينيسيو وانا كنخيط، راه ما يمكنش انا البياسه نحطها من يدي وهي باقي فيها الخيوط، راه ما كنزلها من الماكينه حتى كتكون عندي مفينيا. رغم انني كنصور معكم الفيديو وما كنبغيش الفيديو يجي طويل، فانا ضروري الفينيسيو، يعني كنحيد بعض اللقطات كنبقى كنقي راه كنحيدهم باش ما نطولش عليكم الفيديو، صافي. هنا كندوزو بالسوبيكاج على الخدمه ديالنا او على دوره الرقبه ديال الخلف، عفوا، صافي. هنايا غادي نلصقوا الكميمات، نجيبوا التركيز من قبل ما نخدموا التركيز هنا ضروري نثبت التبطين ديالي. هنايا التوب اللون ديالو مغلوق ما جاتش الخياطه باينه اكثر. ترقبوا البنات الفيديوهات ان شاء الله القادمه، موديلات فصلتهم رائعين صراحه، ان شاء الله غنحط لكم الفيديوهات ديالهم. وكما كنقول لكم دائما، الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساويش من الاعجاب والاشتراك فضلا وليس امرا باش تحفزوني والقناه ديالي تزيد تطلع، ونبقى حتى انا نحط لكم فيديوهات جداد. وشكرا دائما على التعليق اللي كتخليوا لي في حقي، اللي خطيكم عليا. هنايا نرجعوا للفيديو ديالنا، غادي نخدم
التركيز ديالي. من بعد غادي نمونطي البياسه، دائما كنبدا من راس الكم، سنتيم ديال الخياطه لاغيتمو دائما نسدو الخدمه ديالنا ونهبطو بالخياطه حتى الاسفل. قبل ما نوصلوا للاسفل ديال القطعه ديالنا، هنايا عندنا الجويبات، دائما نقاد هنايا التركيز باش ما تجينيش خياطه مجموعه. وهنايا قبل ما نوصل للكرانه اللي كنت كرانيتها، لاحظوا معايا، غادي نحبس وغادي نجي وغادي نلصق الجيوب ديالي. طريقه سهله وليت كنتعمدها معكم بزاف في الفيديوهات. غادي نجيب القطعتين اللي فصلت فيهم انا الجيب. بالنسبه للجيب كنديروا الطول ديالو 30 سنتيم على 16 سنتيم. هنايا غادي نجي وغادي نسد الجيب ديالي، كنخليو الفتحه اللي كتجينا الطول ديال الجيب، ما كنسدوهش بالخياطه. طول الجيب هو اللي 30 سنتيم، وكنجيو كنخيطو على ديك الدوره ديال الجيب ديالنا بحال اللي كنسدو الجيب. ساهل، البنات المبتدئات طبقوها، جربوها في بياسات صغارين وخدموها في بياسات كبار، فهو ساهل جدا. صافي، هنايا غادي نطرق الجيب ديالي من الاسفل، وكنخلي هاد الفتحه هادي اللي هي كتلصق لينا. كنجي كنهبط بواحد 4 سنتيم، وكندير واحد الكرانه، وغادي نجي لديك الكرانه اللي كنت درتها في البياسه ديالي، وغادي نخيط بهذه الطريقه لل 14 سنتيم اللي كنت انا كرانيتها، هي القياس لفتحه الجيب. وغادي نكراني حتى الجيب حتى هو صافي، وغادي نخرج للزيرو بهذا الشكل. لاحظوا معايا نفس الطريقه، غادي ندير الجهه الثانيه، نبدا من الكرانه ونهبط، لان الجيب ما عندناش مكراني، مكراني غير البياسه ديالنا. غادي نكراني حتى الجيب ونخرج للزيرو. صافي، هنا كنكونوا لصقنا الجيب ديالنا. لاحظوا معايا طريقه سهله. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نرجع نكمل الخياطه ديالي اللي انا خرجت منها. من بعد غادي نثبت الجيب ديالي. فين كنثبتوا الجيب ديالنا؟ كنثبتوه في الامام، قلبوا الجيب ديالكم للامام وعاد كملوا الخياطه. الا مشيتو درتوا الخياطه للظهر، راه الجيب غادي يجيكم مقلوب. هنايا غير باش كنثبتوا الجيب ديالنا ما كيبقاش عندنا مجلجل. هنا كنجي كنكمل الخياطه حتى الاسفل. انا كنخيط وانا كنقاد الثوب ديالي. صافي، كنكون هنا ساليت الخياطه ديالي. لاحظوا الجيب البنات كي كيجينا، هذه هي الفتحه ديال الجيب. صافي، هنا غادي يبقاو لينا الكمام. نفس الطريقه غادي نديرها الجهه الثانيه باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نجي وغادي نجيب اللاستيك ديالي او الخيط المطاطي، وغادي ندير القياس ديال دوره المعصم ديالي بهذا الشكل، وندير منه جوج ديال القطع يكونوا في نفس القياس. لاحظوا معايا، غادي ندير معاكم الطريقه الثانيه ديال اللاستيك. ما تحتاجوش انكم تسدوه بالخياطه وعاد تثبتوه، كتخليوه مفتوح بحال هكا. نحيدوا هاد الزوائد ديال الخيط، وغادي نفتح هاد الخياطه اللي عندي هنايا في راس الكم، وغادي نبدا نخدم اللاستيك ديالي. انا كنخيط وانا كنجر القياس اللي انا محتاجاه في الثوب، وغادي يجيني قياس مضبوط، لان داك اللاستيك اللي قطعته فهو قياس دورات المعصم ديالي. خصني نفرقو بالتساوي على دورات الكم. صافي، هنايا غادي نجي وغادي نقاد لاستيك بهذه الطريقه، وكنقلب سنتيم ديال الخياطه او قياس ديال اللاستيك اللي انا عندي. صافي، وكندور عليه بالخياطه كلها بهذا الشكل. نسدو الخدمه ديالنا. صافي، هنا كيكون هذا هو الكم ديالي. لاحظوا معايا كيجي لاستيك نفس القياس اللي انا بغيت. بنات، هنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. نفس الطريقه نديرها الجهه الثانيه. وما تنساونيش من الاعجاب، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.